تركيب الموزع الديلكو. قبل التركيب يجب أن يكون المكبس عند النقطة الميتة العليا في شوط الانضغاط في الأسطوانة رقم 1، ولتتعرف على شوط الضغط فك بوجي رقم 1. عندما تشعر بالضغط على إصبعك تكون الأسطوانة رقم 1 في شوط الضغط. طابق علامات النقطة الميتة العليا على بكرة المحرك. ركب البوجي رقم 1. انظر إلى غطاء الموزع أي الديلكو، وتأكد من أي سلك سوف يشبك في الأسطوانة رقم 1. ضع علامة على جسم الموزع وذلك حتى يسهل عليك التعرف عليه عند التركيب. يجب أن يتجه الرأس المعدني للعضو الدوار أي الشاكوش نحو سلك شمعة الاشتعال رقم 1. تأكد من أن جسم الموزع في مكانه الصحيح. يمكن أن يدور العمود قليلا إذا كان له ترس دفع على الطرف، وإذا كانت أسنان الترس مشكلة بزاوية فإن العمود سوف يدور قليلا إلى أن يستقر بشكل صحيح. تأكد من أن العضو الدوار ما يزال بالوضع الصحيح بعد التركيب. ادفع الموزع بالكامل داخل المحرك مع تركيز العمود والغلاف بصورة صحيحة. وإن لم يستقر تماما أدر عمود المرفق دورتين كاملتين وأعد مطابقة العلامات على البكرة. اضغط على الموزع للأسفل أثناء تدوير عمود المرفق، وعندها سوف ينزلق الموزع إلى مكانه. راصف علامات التوقيت وافحص وضع العضو الدوار أي الشاكوش. يجب أن يشير العضو الدوار مرة أخرى إلى مشبك سلك شمعة الاشتعال رقم 1. عليك الآن أن تضبط وضع نقاط الاشتعال أي ضبط فتحة البلاتين قبل إكمال إعادة التركيب. عند تركيب الموزع بشكل صحيح يجب أن تكون نقاط الاشتعال على وشك البدء بالانفتاح، ولضبط ذلك صل مشبك لمبة الفحص بالطرف السالب لملف الاشتعال الكويل. ضع مفتاح الاشتعال في وضع التشغيل ولا تبدأ بتشغيل المحرك. سوف تضيء جميع لمبات التحذير في لوحة التنبيه التابلون. لامس طرف لمبة الفحص بسطح المحرك. إذا أضاء مصباح الاختبار فهذا يعني أن نقاط الاشتعال مفتوحة. أدر الموزع في نفس الاتجاه الذي يدور به العضو الدوار أي الشاكوش حتى ينطفئ ضوء لمبة الاختبار. عندما ينطفئ الضوء أدر الموزع في الاتجاه المعاكس قليلا حتى يظهر الضوء مرة أخرى. إن فتحت نقاط الاشتعال من توها ويمكن لملف الاشتعال أن يحدث الآن شرارة.
ركب مشبك وبرغي تثبيت الموزع واحكم شده بواسطة مفتاح ربط الموزع. ركب غطاء الموزع. أعد تركيب غطاء الموزع أي غطاء التيلكو، ثم وصل جميع أسلاك شمعات الاشتعال بالغطاء. شغل المحرك. أعد ضبط توقيت الاشتعال حسب المواصفات باستخدام جهاز رسم الذبذبات.